وتظل في من أعاني الأحزان وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة فعليك بالقرآن فعليك بالقرآن فاسلك نجاه فهو الذي ينجي فيه الشفاء للصدور ورحمة فقرأ لكي ترضى إلها من العلا وتنال في الغرفة خير ما كان اقرأ يا إنسان آيات الرحمن اقرأ يا إنسان آيات الرحمن اقرأ وارقى وافهم تلقى اقرأ وارقى وافهم تلقى أسرار Oh.
ورات دربي اقرأ وارقى وافهم تلقى اقرأ وارقى وافهم تلقى أسرار القرآن أسرار القرآن Tepuk tangan yang